مدرسه النور الاسلاميه او كتالا مجالات عينبا حرونت قبل كسرار وحي مانتا هوتيل كعالمي جاهي ايش عينبا كوكواتي مناسبات بلاران او يكو ابل مرينيسو ارضي حفتدي قران كريم كا يا قايبا كاميدا دوريستا كلاي ديني جا مناسبات دانو هايدي متسي بلاران لوسو اجاسمي ايا وحا كسو قايب جاي مامولك قبل كسرار مامولك يا معلمين تا مدرسه داسي يوليبا والدين تا ارددو دو اي وحكبرتان مدرسه النور الاسلاميه ugu horeen bana munaasabadan waxa ka hadlay maamulaha madrasada Nuur al-Islaamiya Salaad Roble Abdi aanu ka waramay marxaladii kala duwanaa madrasadani soo martay iyo ardayda maanta lagu abaalmarinayo munaasabadan waxaan u bixin doonaa madrasada u fadhiyo magaceeda ee waxa la dhahay madrasada Nuur al-Islaamiya waxa la furay 2000 iyo waxaan wax way 10kii ee la 10 sano oo hadda ay ku buuxdo madrasadu waxa weeyaan way furay dafcada ka quraanka ka dhameeyay ودفعت السديدات أيه تنها دمانتها تاي تانو عيد مركوا مدرسات نور قبض كوبان قايب حويان عيالة قايب ظهر كده قطة قايب هبلة ومركع عيال كيو قايب مركع تاي أنت قايب هبلة يا يا قايب ينما يا مركع دمر مركع ظهر كي مدرسات مركع واحد كده ده شاق قران كلا سبحانه وتعالى سيد مركع أي أرضي ده يسوع آخر الهاين مرحلة من بيسوم مرتاي مرحلة كستة waxay waalidkuna way ku garab taagnaayeen oo waxaan ugu mahadnaqayna waalidinta inay in badan madrasada la shaqeeyaan oo ay garab taagan yihiin khaasatan marka haweenku ay ugu sii badan yihiin waxaan leenahay dafcadan maanta waa tii 8aad waxaan ugu markaa ugu hambalyeynaynaa oo aan farayna kula dardaarmayna inaanay quraankii halka kaga tagin waayo quraanka nabi wuxuu ku tilmaamay salaatullaahi wasalaamu calayhi wadiifatu al-umri weeye quraanku waa shaqada intaad umrigaaga nooshahay adduunkan intaad nooshahay quraanku waa kula socda quraanku ma aha mid soo dhamaada quraanka markasta waa akhriyaysa waa xifteysa sidoo kale qaar ka mid ah ardayda wax ka barata madrasada Nuur al-Islaamiya ee magaalada Caynaba ayaa halkaas ku soo bandhigay duruusta kala duwan ee ay madrasadani ka bartaan salaam aleekum wa aleekum assalaam kayfa halatuka bi khayr wa anta ana kadalika ma ismuka ismi Arafat ma jinsiyatuka jinsiyati fi Soomaaliya ما مدرستك؟ مدرسة نور الإسلامية. شكرا لك. ولك أيدي. يقول راجي رحمة القفور دوم سليمان والجمزولي الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النمل للمريد في النون والتنويض والمدود عن شيخنا المهيد الكمالي حملة كمدة عقاشة قبل كسراري يوليبا والدين تأرددو دو أي كاف الحين مدرسة دني وعالك عسيكها دي يا شاقين مدرسة دني يكاول قلان ما مولي معلمين وهيلان سيدي وطر بيدين لهايين وبد كيرير أي وحبريان كل عنو والدين تان دي كمدة هاي أرددو دو غالنك جبسي وحنو ملايين لياه waa qofkii shanaad ee xifdiga quraanka ka qalin jabiyay anigu aan dhalo ilaahay barakeeyo waana inaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa walaaladii culimada wax soo baray ugu horeeyo sheekhan salaad roble iyo macallimiinta kale la shaqeeyay aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo dardaaran kaga tagayaa ardadan baratay xifdiga quraanka maanta dhameystay القرآن كي ورد ما يسن وقلن تبيسن وحن تقدر دار ما يعني إذا سيدين وحن لا هاي والدين تي عروب تاكو صوت عبتي القرآن كا مارك تي كتر بيا ديسي إلى هاي حبر كيان لنا هاي علماء دي وحبرتي كو صوت عبتي هذا نو تاجني نو حبران أنتي وحبرش الدوري سا يجنا وحن لا هاي إلى هاي هاي دي بركيو هديه نو مركا أوه ريسا أنا كور رئيسي نمر كاسي أرضي ذا ما أنت حفتي القرآن كا أرضي ذا ما أنت حفتي القرآن كا مر كاسي أرد ما يسي يجا وحان لا يا هاي وحايد فوشي مر كاسي مسؤولية آدوين مسؤولية داس محن نغنى سا مر كاسي مسؤولية داس وحن نغنى سا ما دام هو أرضي ذا نأيد ما يسي القرآن كي أما يحفتي إيه مر كاسي القرآن كي إلى ليان وأنا معني مر كاسي أنا وران القرآن كي وأنا دم ينيو aanay faraha ka qaadin ee ay macani halkaasii markaasii ay ka sii wadaan oo ay dadaalkii markii hore ay wadeen iminkana ay halkii ka sii wadaan
وأنا القرآن كي مركز سياح النقاون كوا دبلو ذاك ثورة مركز سياح النقاين and وحين أجن هاي إن فضائل فربضان أو كسوة روري مركزي فضل جاولي هاي مركزي إن القرآن الكريم كلا برتوا حادث فربضان نا يكو الرما يسمع عني مركزي فضل جاولي هاي إن لبرت القرآن الكريم كاهي and حادث باشر ورنا يا مركزي نبي قال قصو وريا عليه عبد الصلاة والسلام ومركز سورة خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحايدنكو خير بدان كينا مركز القرآن كبرتها تبايتنا مركزي أن تتخصي برا معاني مركزي برسابكو حيجين كقبل كسرار نور غاسين وضح تابراها أرادة دهير عالمي كامع محمود آدن كامع كراعين يعيسا حاش نور ديري وكاترسان وسارة الدين تي وغافت قبل كسرار وهالكاسي كهالي أيا وحي مامولكي معلمين تامدرسة نور الإسلامي أي كوهن بليين dal ka ballaran ay ugu jiraan inay kor u qaadaan tayada dhinaca aqoonta diiniga ah ay barayaan ardayda wax ka barata madrasadani waxayna u hanbaliyeen ardayda xifdiday quraanka kariimka ee maanta munaasabada lagu qabtay isha caynaba waa maalin farxad leh oo maalin qiimo weyn aniga qiimo gaar ah ugu fadhida ardayda qalin jabisay ka qalin jabisay xifdiga quraanka ee dhameysay oo quraanka kariimka aha waa wax xaflad qaaliya oo wax ka qaalisa aanay jirin waxaan leeyahay ardayda hanbaliyan leeyahay hanbaliyo markaa wareysa marka labaad waxaan u mahad celinayaa iyagana oo hanbaliyanaya macallimiintii soo gaarsii halka ardayda iyo waalidintii ku soo tacabtay is garab taagtay labada oo aad iyo aad aan ilaan toodan halka soo gaar lahayn waxbarashadu waa qaali oo qiimo leedahay waxaan doonaa in waxbarashada halka aan baqadaan oo aan noqonin in halka ku joogtaan aan kullayde waxa la yiri waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayna een macallimiintii ku soo tacabtay sidii haraba loo sheegay ilaahay ha ka jasaay mariyo ilaahay baa abaalgud bixin kara binaadan waxba bixin karo ilaahay waxa weeyaan abaalgud wacan ha siiyo oo jannadii firdowsi a ilaahay ha geeyo een waxaan leeyahay sidaa dardaaranku uu ahaa ee lagu dardaarmay waxbarashada iminka waxa weeyaan waa bilow weeyaan een kuwii deedubu noqda ilaahay idinkama yeelo ardayda ma halkan loo qabtay iyo kuwa kale ee maxaan inaaday ay madrasadaha dhigtaba een waxaa halkan maanta farxad iyo rayrayn iyo dhiirigelin inoo ah maanta mar haddii xifdigii qur-aanka kariimka ah aynu halkan ardaydeennii aynu ku soo tacabnay aynu ugu fadhino inaynu maanta qalin jabintoodii yaa iyo dhiirigelintoodiiba si aynu siin lahayn ayaa maanta halkan la isugu yimid waxaan aad iyo aad u salaamayaa waalidka ku soo tabcay ubadka ee gartay ubadkoodu intuu yaryar yahay inay diinta islaamka xafidsiiyaan qur-aankii kariimkaana ay xafidsiiyaan waxaa halkan kale oon uga mahadnaqayaa macallimiinta tarbiyadda iyo xifdiga qur-aanka ku shubtay sidii weel wax lagu shubayo ardaydaa yaryar waxaan leeyahay haddii aan waalidku iyo macallimiintu aanay midba garab haynin way lumayaan ubadkeenni maanta waxaa ciil qaba qofka ubadkiisii meeluu kaga warrababa aan garanayn qofka ubadkiisii ashahaada uu ashahaadanayo aanu garanaynba qaabkay tahay maanta waxay farxad u sugnaatay qofka waalidka la yidhi ilmahaagii qur-aanka ahaa ilmahaagii yaraa qur-aankii ilaahay buu xafdiyey ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarino iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardayda maanta munaasabadan loo qabtay kuwaasoo xifdiyey qur-aanka kariimka iyo qaar ka mid a duruista kale ee diiniga jaamac boodacadde warbaahinta qaranka somalilan caynaba